بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التهاني بأصدق الأماني للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وقال وزير الداخلية إن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه يستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. كما بعث توفيق تهنئة أيضا بمناسبة عيد الأضحى للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث توفيق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية دكتور شوقي علام.